ادخل. ضحي وصل يا ريس. خليه يدخل. مساك فل يا مالك. مساك فل يا ضحي. مؤاخذة. في حاجة تاني؟ لا بس أنا اليومين دول ماشي خفيف خفيف عشان في الجهاد. طب خلي بالك عشان يكون في حاجة ولا تقعد عليها. لا لا مفيش حاجة بالطبع. خير يا مالك؟ أنا عايزك يا ضاحي. شقاوة؟ أنت تعرف حاجة غير الشقاوة؟ وحتى لو أعرف حاجة غير الشقاوة ما كنتش عملتها. طب اسمعني بقى كويس. عينيا. الوقت نيلي وشريهان ظهروا في المرسم النهاردة مع بنداري. والله العظيم نيلي وشريهان وهيعملوا الفوازير السنه دي ولا ايه اللي صار؟ فوازير ايه؟ نيلي وشريهان مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. مكاوي مين؟ ما انت لو تخلص وتسمع الكلام هتفهم الحكايه. اوامرك يا مالك. مكاوي ده كان صاحبي وشريكي وفي الاخر غدر بيا وسرقني. هو في حد يقدر يسرقك يا مالك؟ مش ده موضوعنا. امال موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان مكاوي ده كان عنده فلوس كتير قوي وطبعا فلوسي في وصليهم. ولما مات الفلوس اختفت محدش عارف راحت فين. وكل واحد له قرشين بدا يدور بطريقته. وظهور نيلي وشريهان احفاده دول معناها انهم لقوا سكه على الفلوس دي. فهمتك. يعني انت عايزني اخلص على نيلي وشريهان قبل ما يوصلهم للفلوس. الله يخرب بيت غباوتك. ولما تخلص عليهم انا هستفيد ايه؟ صحيح. انا عايزك تحط عينك عليهم تراقبهم ال 24 ساعه، تعرف هم ساكنين فين، بيروحوا فين، وبيجوا منين، وبياكلوا ايه ويشربوا ايه. وكل معلومة تعرفها تيجي تبلغها لي. خلاص استبينا. بس الأول هتفق على عرقي. سامعك قول. عملية زي دي ما خدش فيها أقل من 100,000 آيف. لم لعب الأطفال بتاعتك دي وقوم روح يلا. خلاص 80,000 آيف. والله ما لقيت أهيف منك. آخر كلام 50,000 آيف. 50 ليه؟ وأنا مأجر جيمس بوند. لا مأجر ضاحي. وسعادتك عارف مين هو ضاحي. ما أنا عشان عارف مين هو ضاحي. مفيش اكتر من 5000 جنيه، قلت ايه؟ وانا مش هخسر ال 5000 جنيه دول معاك يا مالك، ده انا خطفت لك ابن شريكك ب 4000 جنيه، وسرقت لك ورق الارض بتاع الصحراوي ب 3000 جنيه، وشلت لك عربيه البطاطا اللي تحت المكتب عشان تعرف تركن، وخدت في الاخر كوزين دوره. هما خمسه، قلت ايه؟ خمسه خمسه، مش هكسر كلمتك يا مالك، بس اللي انت قالت عليك تجيب لي فواتير بيها وانا حاسبك. استبينا. استعجز انا بقى. ايه راح فين؟ هروح اراقب نيلي وشريهان. طب مؤاخذة يعني تعرف شكلهم؟ لا. تعرف هم ساكنين فين؟ لا. تعرف هتوصل لهم ازاي؟ لا. لا اتلقك يا اخي كله لا لا. امال رايح تعمل ايه؟ صحيح فاتتني دي. وعشان فاتتك دي هم 3 بواكب مفيش غيرهم. يعني المخزن اللي جوه المينا ده هنخش هنلاقي جواه الفلوس؟ ممكن، وممكن نلاقي عدد تاني ولغز جديد. لغز جديد؟ طب افرض ان شاء الله ما عرفناش نحل اللغز الجديد، يبقى كده خلاص الفلوس راحت علينا. بعدين يعني بعدين نتكلم في الموضوع ده. خلاص لا، ايه حكايه اللغز ده يا باشا؟ ايه ده ايه ده، انت مالك انت يا اسطى؟ بنتكلم في مواضيع شخصيه باشا. انت حامي علينا ليه كده يعني؟ المسافه طويله دي لما نكسرها. الله، خد عفره يا باشا، خد عفره. تسلم ايدك. موضوع اللغز ده. طب بتخوفني ليه؟ مفيش يا سيدي، جد المدام عقبال امتك سايب لها فلوس زي الرز. فلوس زي الرز؟ بس لازم تحل اللغز. بس لازم تحل اللغز. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. والله عددك يا باشا مش ماشي في ده. كامل يا باشا. وبعدين واللي وبعدين؟ ما تخليك في حالك يا اسطى، قلت لك دي مواضيع شخصيه. مواضيع شخصيه يا باشا؟ احنا يعني بنكسر مسافه الطريق. الله، دينا بندردش يعني. خد طر على قلبك يا باشا، خد. اتفضل يا باشا. سوري لا مؤاخذه. تسلم ايدك، تسلم ايدك. يا اسطى الطريق فاضي. انا افتكرته مليان. انا اسف يا باشا والله. السواق ده مجنون، راجل حلوف قوي. كمل يا باشا. وبعدين؟ مفيش يا سيدي، اصلا انت عارف مجلات ميكي جيب اللي هي بتاعت العيال الصغيره دي؟ هو حد ما يعرفش ميكي جيب بتاعت العيال الصغيره دي؟ اهو جد المدام بقى هو اللي كان بيكتب المجلات دي. والله العظيم. والله جد المدام هو اللي كان بيكتب المجلات ديت. والله وانا بشبه من بدري. والله العظيم يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. انا حظي من السما والله ان انتوا جيتوا معايا. الله يكرمك، الله يكرمك. نمرهم بقى وعمل ايه؟ ساب لهم بدل الفلوس مجله. ساب لهم بدل الفلوس مجله. جرأة يا هاني، هو السواد ده معرفه ولا حاجه؟
معرفة منين؟ أنا أول مرة أشوف. أمال شايفاك العشم واكلك وعمال تغي وتلت معاه ليه ده؟ ما تفهميش، سبحان الله قلبي كده اتفتح له أكن أعرفه من زمان. وبعدين أنت قلقانة من إيه؟ هنشوفه فين ده تاني أصلاً؟ وأنا باشا والله قلبي اتفتح لك كده لله في لله. كمل يا باشا. بعد ما ساب لهم المجلة حصل إيه؟ عمو بتقلقني كده ليه؟ ما أنا كنت بحكي لك عادي، وبعدين قلت لك دي مواضيع زفت شخصية، خليك في حالك. يا باشا يعني أدينا بنكسر المسافة. الله والله أنت بتنرفز شكلك عشان جعان. طب خد ولا بقى شافتر، انت شكلك ما اكلتش لحمه بطنك. تسلم ايدك، بس لا ما يطحش عندك، اكيد فطارك برضه. لا لا مفيش مشكله، بجيب انا من الغلزه رن. ها موضوع المجله ده ايه؟ انا اقول لك، تقريبا هي دي البوابه. انزل بسرعه شويه. ايه في ايه؟ هموت وادخل التواليت. انت مش لسه داخله الحمام من 3 دقايق وانا واخد معايا بنت اختي السندباد؟ سيف ما تعليش صوتك عليا، انت ازاي بقيت تتعصب عليا كتير قوي كده؟ انا اسف بس معلش، اصل ما اعرفش تقريبا في حاجه في شخصيتي بتخليني اتعصب فجاه وما اعرفش ليه. ما تزعليش مني، دي تركيبه. نيفر مايند. السلام عليكم. هاي. وعليكم السلام. رايحين فين يا استاذ انت وهي؟ رايحين فين يعني ايه؟ داخلين. داخلين فين يا وكلا من غير بواب؟ داخلين جوه المينا. ما انا عارف ان انتوا داخلين جوه المينا، يعني داخلين مول، داخلين تعملوا ايه؟ داخلين التواليت. هتهزري؟ انا مش بهزر. بص انا عندي مخزن جوه بتاع بابي، وغير كده انا عايزه ادخل التواليت. بابي مين؟ بابي عبد الله. عبد الله مين؟ ما في 100 عبد الله جوه. عبد الله مكاوي، صاحب مكاوي جروب. ممكن تسيبني ادخل؟ ما ينفعش تدخله. اولا لازم يبقى معاكوا تصريح، ثانيا المخزن ده محجوز عليه، يعني مش هينفع تدخله اصلا. على فكره لو ما دخلتناش الموضوع مش هيعدي على خير خالص. بتهدديني؟ طب اتفضلوا بقى. يعني مش همك. ما يهمنيش حاجه طول ما انا بنفذ القانون. طب لو سمحت، من فضلك لو سمحت، ممكن ادخل التواليت؟ لا. طب تصدق بقى ان انا هدخل التواليت؟ وريني هتمنعني ازاي. ما ينفعش يا استاذه، ما تخلينيش استخدم معاك العنف. انت ازاي تمسكها كده؟ ده لو هديكوا في 60 داهيه. تودي مين يقعد في 60 داهيه؟ انا اسف، انا عندي تركيبه شخصيه كده معينه، بضعف جدا وما بعرفش وبنفعل في اوقات المفروض. قولي له. ايوه فعلا هو عنده مشكله في شخصيته، بيطلع وينزل كده. معلش طارق، سيبك منه. بس انا عارفه ان انت بتشوف شغلك. خلاص احنا مش عايزين ندخل المخزن، بس من فضلك انسانيا خليني ادخل التواليت. مش هينفع، يعني مش هينفع. مش هينفع ازاي؟ لو سمحت دخلني التواليت. يا الناس عارف لو لابس. انا اسف مش لسه كنت بقول لك انا بنفعل. ايوه فعلا هو بينفعل. لو سمحت دي حاجه بس لربنا. لو سمحت خليني ادخل. قلت مش هينفع. استنى يا باشا، دول ارهابيين، اوعى تخليهم يخشوا. شفت صورهم في التلفزيون. مظبوط يا باشا، ده دكتور سعيد حساسين كان لسه مستضيفهم وقال ان هم هيفجروا المينا بالارهاب البديل. اكيد مش هيصدقوكي، انت غبيه قوي، لان مفيش ارهابيه بنت وكمان بلوند ولابس. حضرتك يعني ده ستايل ارهابي؟ يعني ايه ارهابي ده؟ اروح افجر مساطر وكشاكيل؟ جايز اخيرا دخلت التواليت، بس الحمام غريب قوي، ما فيهوش ولا صابون ولا حتى هاند لوشن. بقول لك ايه، معاكي انتي بكتيريا؟ انتي هبله يا بنت انتي، وانا همشي البكتيريا ليه هنا في شنطتي؟ انا ما قلتش بكتيريا. ايه ده؟ لمع باشا، لمع. لا لا بسكوتش، معلش المره الجايه. يعني انا مش هنستنفع منك باي مصلحه. معلش المره الجايه. طب شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، شكي شكي مرزوقه تعالي جنبي، تعالي جنبي. بقول لك خش على الباشا، بيحب الفلكلور ده. هو لمع باشا، خد لما علي النضاره دي مبصمه. عايزها نفس اللون ولا غير لك لونها؟ المهم اشوف بغض النظر. خلاص هعمل لك العدسات واعمل لك الجزمه هديه. بجد؟ اه والله. ماشي انا موافق. المهم يا جماعه دلوقتي هنعمل ايه؟ هنخش المينا بقى ازاي؟ بقول لكم ايه، انتوا مفيش اي حد فيكم يعرف اي حد في المينا هنا او ظابط؟ لا ما نعرفش. تعرف انت؟ انا بص، انا ليا 2 صحابي ظباط، واحد ظابط في المتحف الزراعي والتاني في المباحث. ما حلو المباحث ده. لا ما هو المباحث ده شغال في مباحث الكهرباء. انا ما اعتقدش حد اعرفه هينفع يدخلنا. طب يعني ايه؟ هنروح يعني ولا ايه؟ احنا يا اما نروح يا اما نكلم عبد العزيز. اقسم بالله كنت متوقعه منك. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عبد العزيز مين ده اللي انت عايزه تكلميه؟ ثانيه واحده بس، مين عبد العزيز ده؟ ايوه صح، مين عبد العزيز ده؟ قريب ابن خال امي، امين شرطه هنا في بورسعيد، بس كان عينه مني. عينه منك يعني ايه؟ يعني كان عايز يتجوزني، بس انا نفضت له عشان خاطر دبدوبي دوبي. طب ايه المشكلة دلوقتي انك تكلميه؟ ايوه صح، ايه المشكلة انك تكلميه؟ المشكلة انه عيل لازق كده وملزق. معلش يا شريهان، لو هينفعنا اعصري على نفسك ليمونة وكلميه. هو ايه اللي لو هينفعنا؟ بتقولي ايه؟
وانت مشكلتك مع ان هو لزج وملزق بس؟ انت ايه مشكلتك؟ ايوه صحيح، انت ايه مشكلتك؟ شات اب، انت مين؟ لا مؤاخذه، هيا هاني ايه مشكلتك؟ برضه هتقولي ايه مشكلتك؟ يا ست كل بتقولي كان عايز يتجوزها، يعني عينه فيها اصور يعني ولا ايه؟ ايوه ما هو شربهاش وسابقها لك انت شربتين. بس يا عم انت خليك في حالك، خليك مكان يا عم سيف. ايه دلوقتي الراجل ده كان عايز يتجوزها، يصح كده؟ لا طبعا ما يصحش. تسلم يا نخوه سيف. ايه صح؟ ايه ده يا ابو الرجال؟ وانا ينفع امتنع عن الاجابه؟ طيب هاني، مش هي دلوقتي خطبتك واختارتك انت في الاخر؟ انت مش واثق في نفسك ولا ايه؟ ده الحمد لله عندي ثقه وكرامه وكل الحاجات الحلوه دي، بس انا لو سبتها اتكلم الواد المقاحل اللي كان بيلغيها من زمان دهوت، ابقى انا لا مؤاخذه عيل مقاحلي. الكلمه دي عيب؟ لا خالص. طيب بغض النظر عن الكلمه اللي انا مش فاهماها دي، شريهان هتكلم عبد العزيز عشان احنا نلاقي الفلوس مش اكتر. فلوس؟ فلوس ايه؟ بيعمل ايه في حياتي ده؟ بيعمل ايه؟ بيلمع ركبي. ما خلاص يا عم هتلمع في خادي. لا مؤاخذه اصل افتكرتها بوت. بوت؟ ما انت كده، انت كده بتعزف على رجلي. معلش يا استاذ نيلي، خليها فرصه ثانيه ان شاء الله. وعلى راي المثل قطمه احسن من نحله. نحله ايه؟ انت ليه بتقول كلام غريب قوي كده يا هاني؟ انا ما قلتش نحله اصلا. من الاخر كده يا جماعه، شوفوا لكم حل تاني. شوشو مش هتكلم عبد العزيز. هاني، فاكر لما قبل كده قعدنا مع بعض وقلت لي ان عندك احلام كتير قوي مش هتحققها غير لو معاك فلوس؟ دلوقتي لو شريهان كلمت عبد العزيز احنا هيبقى معانا الفلوس دي؟ افكرك قلت لي انك هتتجوز شريهان وهتجيب شقه في حدائق الاهرام عند الخوفو، وهتجيب عربيه، وهتعمل ألبوم زي أصحابك الأهلوية الدخلوية. أيوة الدخلوية. وبعدين هيكون عندك توك توك مرسوم عليه محمد رمضان من ورا ومكتب عليه الثقف اللي مش هنتقلب، وهيكون عندك ميكروباصات كتير بتودي من التحرير للطواجن، من الطواجن للتحرير. طواجن إيه؟ طوابق. whatever. هي هاني قلت إيه؟ وافق بقى، وافق بقى، وافق وافق والنبي. والحلو والنبي تبسم للنبي، للنبي تبسم. خلاص يا جماعه اللي انتوا عايزينه اعملوه. هكلمه يا دبدوبي. كلميه، بس انت اصلا معاكي نمرته؟ ما متسيفه عندي. متسيفه بقمرت ايه ان شاء الله؟ ما هي دي الشريحه القديمه اصلها. الو. ايوه يا زوزو. اي عبد عزيز ازيك؟ الحمد لله. وانت كمان؟ وانت كمان. قالك ايه؟ قالك ايه؟ وانت كمان وحشني قوي، عادي زي ما كل قرايبي يعني بيوحشوني، مش فارق لي قوي. بقولك ايه، انا في بورسعيد وعايزه اقابلك. لا مش هينفع بالليل. هو انتوا متعودين تتقابلوا بالليل؟ لا لازم نقابلك دلوقتي. انت فين؟ طب ده انا جنبك قوي، 10 دقايق وابقى عندك. يلا مع السلامه. يلا يا دبدوبي يلا. مالك ملهوفه كده ليه؟ يلا عشان نلحقه بس. ثانية واحدة، احنا هنروح كلنا. انا بعد كده كل خطوة هتبقى رجلي على كتفك. اسمها رجلي على رجلك او ايدي على كتفك، انما دي مش راكبة. whatever. افهمي، لو دخلنا عليه كلنا كده هيقلق، فنروح احنا الاول نفهم سكته ايه، وبعدين ما تقلقيش انا ماليش في الحركات دي. ها يلا يا بابي. يلا يلا عشان نلحق نجيب له هدية كمان. انت هتزيد بقى ولا ايه؟ يلا استنونا هنا هنرجع لكم تاني. حاسب لنا سيف عقبال لما نيجي. بس انا حاسب لك ايه الجديد؟ علمت عليكي بس يا سفروت. بس هي بصراحه علمت عليكي. انت لسه هنا بتعمل ايه؟ امشي يلا. لا مؤاخذه اصل بلمع اوكر. امشي. يا عم امشي بقى. اوف. لما انت بتبيع جوافه ايه ده؟ سيف بقول لك ايه، ممكن تطلب لي حاجه اكلها؟ هتاكلي تاني؟ ايوه البحر بيجوع. في ايه؟ البحر بيجوع. ايوه واحنا بنعوم. اطلب لي حاجه بقى بليز. اجيب لك ايه؟ اجيب لك سرنباق ولا بكلاويز؟ ده ديزرت؟ لا ده ديزرت البحر، ده غير ديزرت الشيطان. بس خلاص شكرا يا عم، احنا داخلين هنا. ده طبعا. فين يا ابني عماد باشا؟ وانا اعمل كل حاجه بنفسي يا حبيبي. الشمس كلت وشي، انا بعمل تن، حد يستعجلهن. ابو عزيز اقبضوا عليها. لا ايه ده، دي بنت خالتي، عديها. اوعى يا عم. شكرا. عامله ايه؟ ازيك يا ابو عزيز؟ منوره. اتفضلي. شكرا. منوره يا باشا. كرسيين يا ابني. ايه يا بت، ما وحشكيش الزز ولا ايه؟ نسيت اعرفك، هاني خطيبي. هاني ايه؟ خطيبي.
مفاجأة صح؟ معاك بطاقة هلا؟ ايه مالك متوتر ليه؟ يا عبد عزيز بطل هزار، يموت في الهزار من وهو صغير والله. خلي بالك من هزاري. ماشي. رجع ابني كرسي. ليه مكسور ولا ايه؟ لا ظريف ولذيذ. ازيك يا بنت خالتي؟ الحمد لله. كده ما تساليش على الزوز ولا حتى تسالي على خالتك. معلش بقى. ناسيه لما كنا نلعب في بير السلم. تلعبوا ايه في بير السلم؟ باتيناج يا هاني، باتيناج اطفال. اه بس اتفرج عليها بعد الباتيناج، كانت تقعد ترقص لنا الوش الفجر. ترقص لمين يا غندوره؟ كنت عيله عندها 7 سنين وبشنب كده يا هاني. اتفرج عليها وهي بتتحزم بالشنب وبترقص شيك شاك شو. كنت بتعملي كده فعلا؟ طفله يا هاني، طفله عيله بنت. ولا طفله مالك يا دفش لياد، انت مبرشم ولا ايه؟ طلع اللي في جيوبك. لا بقول لك ايه، انا مش هتفتش غير في الاسم. برشام ايه بس يا عبد عزيز، ده هاني ده راجل محترم ومبطل بقاله 4 شهور. لا هرجع له بقى. طب كني يلا امورينا يا بنت خالتي. معلش بقى يا عبد عزيز، كنا عايزينك في مصلحه كده. يا سلام، ده انت الغاليه تأمريني، ده انت جايه من سفر. ثانيه واحده تاخر يلا. اتفضل احمد باشا. اتفضل يا باشا. لا مؤاخذه قلبها مضيافه بس دول قرايبي، دي قريبتي والواد ده ما اعرفوش. هات يا ابني قهوه. مظبوط. ايه يا باشا؟ قهوه. مظبوط. قهوه مظبوط للباشا يا ابني. ايه يا عبد عزيز اللي بيحصل عندك؟ مفيش يا باشا، انا لمحت جسم غريب وبحكم خبرتي وحنكتي في الداخليه انا شاكك ان هو قنبله. فين هو الجسم الغريب ده؟ هات يا ابني الكيس الاسمر اللي تحتك. انت ما بتعرفش توطي ولا ايه؟ لا يا خفيف، هات يلا. بص يا باشا، هو يبدو للإنسان العادي إن هو قنبله، بس أنا شاكك إن ده يكون منبه. اشتبه إيه يا ابني، دي قنبلة. جبت القنبلة منين يالا؟ يلا اجري هنموت. اجري يالا. اجري. عارفة يا نيلي؟ دي أول مرة أقعد فيها على البحر مع واحدة لوحدينا. أنت بتهزر صح؟ بهزر إيه؟ أصلك قلت لي عارفه يا نيلي اول مره. عارف يور لايك مسلسلات يعني. على فكره انا ما بهزرش وعلاقتنا اصلا ما تسمحش بالهزار. طب انت ليه قفشت؟ انا بهزر معاك. ما قفشتش، لو سمحت ما تهزريش معايا عشان علاقتنا ما تسمحش بكده. يا جامد سيب النعجه يا خروف. على فكره ده عاكسني وشتمك. لا على فكره ده عاكسني انا وشتمك، لانه قال يا جامد مش يا جامده. هو لو عكسك انت وقال يا جامد وانت مبسوط بالكلمه يبقى المشكله اكبر بكتير. انا مش مبسوط، هو شايفني جامد، لكن انا ما قلتلوش يقول لي يا جامد. بس هو قال النعجه، سيب النعجه يا خروف، فانت الخروف لان النعجه دي اكيد هي البنت. ما انت النعجه يعني شتمك زي ما انا قلت. اي بس هو يشتمني، انت سايبه يشتمني يعني. خد يلا يلا، انت بتشتم مين يلا؟ خد يلا يلا، ما حدش رباك في بورسعيد يلا. خد والله اهو. خروف قوي، نعجه قوي. بص انت بتعمل ايه؟ الحركه دي تبك المسلسلات. مسلسلات ايه؟ والله بجد بيكونوا قاعدين كده على البحر والولد بيكون بيرمي توب وكمان بيصورهم من ظهرهم عشان يبينوا البحر وهم بيكونوا بيكلموا عادي. على فكره انا عايز اجيبها في اخر كونتينر اللي فوق ده. ايوه ليه يعني الماسكه دي؟ جر يالا. ما عرفنا انك ظابط. خلاص خلاص نيلي نيلي، خد يلا. ده بقى عبد عزيز قريبي، وده مستر سيف مدير الشركه اللي انا بشتغل فيها، ودي نيلي السكرتيره بتاعتي. يا دين النبي، بقى دي السكرتيره بتاعتك انت؟ شفت الزمن يا استاذ عبد العزيز؟ انبيليفبل. ايه فعلا يطلع من الزفار جمبري. عيب يا عبد عزيز انا واقفه. لا مؤاخذه يا بنت خالتي. طب بقى ما تقعدوا يا جماعه، اتفضلوا ونخش في الموضوع على طول عشان ما نعطلش عبد العزيز باشا. اجري يلا هات لي قهوه. لا على فكره في قهوجي يا باشا، ممكن تطلب منه اللي انت عايزه. ايه دي المعلومه الجوهريه دي؟ ما انا عارف في قهوجي، عايزك انت تجيب لي قهوه. ليه يعني؟ بكرهك يا اخي. ماشي قهوتك ايه يا باشا؟ مانو. لا انا ماليش دعوه انت بتدلعها بتقول لها يا مانو ولا يا ناني، انت قهوتك ايه؟ لا ده انت لذيذ كمان، انت تجري تجيب لي القهوه المانو وميه سقعانه. ميه ايه؟ سقعانه. انت بتضحك عليا. ميه سقعانه. بورسعيد نورت يا ست الكل. ثانك يو، ميرسي قوي. أمريني. الأمر لله يا عبد عزيز، زي ما أنا قلت لك كده بالظبط، عايزينك تدخلنا المينا، ولا أنت هتكسفني بقى قدام مديري والسكرتيرة بتاعتي؟ لا لا هو أنا أقدر، بس هو الموضوع يعني صعب اليومين دول عشان المينا شادة شوية، وأنا لو دخلتكم على مسؤوليتي هتأذي، يرضيكي؟ أنت بتكلمني ليه؟ هي اللي بتكلمك على فكرة. إيه ده هي اللي بتتكلم؟ أصل أنا فاكر يعني الصوت سابق الصورة.
ده احنا جايين لك من اخر الدنيا، هتكسر بخاطرنا ولا ايه يا ابو عزيز؟ وانا اقدر اكسر بخاطرك يا حته كنافه؟ ده غريب جدا، انت ليه بتبص لي انا؟ هي اللي بتكلمك، هتدخلنا المينا ولا ايه؟ هو الموضوع عايز شويه ترتيب بس ما تقلقيش. طيب لا احل القهوه هنا قدام عبد العزيز باشا. القهوه دي مان ولا ما القهواجي هم تساله هو يا دي؟ انت ليه مصمم تقول معلومات مهمه؟ ما انا عارف انه القهواجي، فاكره صاحب المكان. غور ياد من هنا، اجري هات لي علبه بوكس. مش هجيب. هات لي علبه بوكس ولا تركب البوكس. خلاص بقى يا عبد العزيز سيبك منه وانا هبقى اجيب لك البوكس. ماشي بس ما تقعدش. ليه يعني؟ ما بحبكش يا اخي، خليك واقف كده. معلش يا هاني، اللي يعمل ظهره قنطره يستحمل الدوس. ما قلتليش يا باشا، انتوا عايزين ايه بقى من جوه؟ عشان انا ليا حبايبي وممكن يجيبوهولك. جوه فين بالظبط؟ من جوه المينا. اه جوه. ده سؤال ذكي جدا. ميرسي. والله احنا كنا عايزين من جوه، كنا عايزين نوصل لكونتينر. ايه كونتينر ده؟ حضرتك شغال في المينا ومش عارف يعني ايه كونتينر؟ ما بحبش اختلط بحد. بس حضرتك كنا عايزين نخش الكونتينر ده نجيب. هنجيب ايه؟ ورق. هنجيب ورق من الكونتينر. عايزين ورق مهم لازم احنا اللي نجيبه بنفسنا من جوه. بص يا ست كل. لا 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 كده بقى كتير قوي. لا انا بلفت انتباهك بس، هو الموضوع يعني معقد حبتين بس انا هزبط اموري وهبقى لغيكي. ممكن رقم تليفونك عشان الغيكي؟ Do something. لا هتشتم بالامه دوس على قلبي عادي. ركز معايا انا يا عبد عزيز، وموضوع التليفونات ده ما بيننا. انا كنت متاكده ان انت هترجعنا من بورسعيد مجبورين. وانا اقدر اكسفك يا بنت خالتي. طب بالاذن انا بقى، لا اله الا الله محمد رسول الله. عايزك في كلمة يا بنت خالتي. ماشي. رايح فين يالا؟ جاي معاك. خليك هنا. ليه ان شاء الله؟ يا اخي مالكش قبول عندي، ما بحبكش. وسع. عبد العزيز بيه. ايوه. انا شفتك فين قبل كده؟ ده تعرف النقيب علي ربيع؟ لا انا اعرف المقدم محمد انور. لا يبقى ما تقابلناش. صلوا على النبي يا جماعة وقولوا اه. شفته؟ عندها حق على فكرة، هو اللزج وملزق قوي، مع ان الناس اللي هنا مش كده خالص. ليه؟ ما هو لذيذ اهو جدا. هما بيقولوا ايه كل ده؟ اكيد بيقول لها ما تسيبك من البقى في اللي اسمه هاني ده واتجوزيني. تحلوش يا عم الحلو. او عارف ممكن يكون بيقول لها ايه؟ سيب النعجة يا خروف. زي يا عم كان بيقول لك ايه؟ قال لي انه موافق انه يدخلنا المينا بكره بس بشرط. شرط ايه؟ يتجوز نيلي. ايه؟ انتوا بتقنعوني بايه؟ أنا نو واي قابل اللي اسمه عبد العزيز ده تاني في حياتي اصلا. انتوا ما شفتوش نظراته اللي هي كانت عامله ازاي؟ انا كنت حاسه ان انا زي منى شلبي في فيلم هي فوضى. وانا كمان. أيوة. كنت حاسس اني هلا فاخر. ايه ده؟ بصوا انا ما شفتش الفيلم بس يعني كله يقول عشان خاطر الفلوس. انت شارب بانجو اكيد. هو البانجو بيشرب كده؟ البانجو بيشرب كده يا ماما. Whatever. شوفوا بقى هتعملوا ايه عشان انا هرجع القاهره دلوقتي. يعني ايه ترجعي القاهره؟ عبد العزيز مش هيدخلنا المينا الا بيكي. يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ ده مجنون. ازاي عايز يتجوزها واول مره يشوفها؟ طب يسال عليها؟ افرضي طلعت شمال او اخلاقها مش كويسه، ده ابوها سوابق. سيف انت عبيط يا ستي. افرضي، قلت افرضي. انا مش عايزك تضعفي يا نيلي. معلش يا ستي استحملي شويه، مش انت اللي قعدتي تقولي لي معلش يا شيريهان استحملي عشان خاطر الفلوس، وانت يا هاني كل احلامك التوك توك والخوف والطواجن، وجيت على نفسي ورحت له وفي الاخر طلع عينه منك انت يا عروسه. كلمه تانيه وهديكي بالقلم على فكره، انا مش بتكلم كده يا ستي. هو انت هتتجوزي بجد؟ احنا بنقولك يعني سايسيكي دوت واستحملي غلاسته لحد لما يودينا المينا ونرجع مصر وكأن شيئا لم يكن. ما شفتش فيلم أربعة في المهمة الرسمية؟ نيلي أنا مش عايزك تضعفي. سيف متأفورش كده. أنا مش بأفور، أنا متضايق عشان الحرنكش البورسعيدي كله أخضر، تالت حرنكوشة خضرة تطلع لي، الأصفر هيطلع إمتى؟ في الموسم بتاعه يا حبيبي. يا نيلي، يا نيلي هنرجع بالفلوس وتطلعي أبوكي بالسجن وترجعي بيتك وترتاحي مننا ونرتاح منك، وعلى قولك لو هينفعنا يبقى سوريا لنفسك لمونة. أوكي هستحمله. ضعفتي ليه؟
ضعفت ليه يا نيلي ليه؟ عشان لازم اعمل كده. ليه يا رب؟ خد يالا تعالى، خد شاكل اللي مالوش طعم زيك. الو الو، ايوه يا عبد عزيز. ازيك يا شوشه بنت خالتي؟ ايوه يا عبد عزيز باشا، انا جبت لك العلبه البوكس والميه الزعلانه. الميه السقعانه. خليك في حالك ياد يا رخم. ها قولي لي يا شوشو، في اخبار حلوه؟ عيب عليك ياد، ان شاء الله هتنول المراد قريب. والله انا قلت ما يجيبها غير شوشو بنت خالتي. هو انا عملت حاجه؟ ده انا يا دوب جيت بس افتح معاها الموضوع لقيت عينيها وسعت ووشها نور، وزي ما تكون كده ايه، لو كنت استنيت عليها شويه كانت قالت لي والنبي والنبي يا شوشو جوزيني الواد الحلو الاسمراني ده اللي اسمه عبد عزيز. معذوره برضه وانا ما اترفتش. اقول لك انا من اول لحظه خدت بالي ان في عينيها القبول. اقفل اقفل في وش السك. المهم يا عبد عزيز، هنتقابل بكره زي ما اتفقنا عشان نخلص الموضوع بتاعنا ولا ايه يا قمر؟ لا بكره ايه، الموضوع فيه يجي 4-5 ايام. 4-5 ايام ليه؟ انا اقول لك، انا اصلا دلوقتي جيت المينا عشان اشوف الكونتينرات اللي انتوا بتقولوا عليها طلع محجوز عليها، وهو برضه 4-5 ايام حلوين تكون امي جت من الجونه عشان تعين العروسه، عشان الواحد يخدم بقلب، وهو خدمه المعرفه تفرق عن خدمه الاهل. قول كده اعمل ايه؟ طلع زباله طلع زباله. ايوه يا زيزو، انا نيلي. مش محتاجه تعرفي نفسك. يا سلام يا سلام يا نيلي، انت اصلا صوتك ما يتنسيش. وحشتني قوي. لحقت اوحشك كده بسرعه؟ ده انا يعني هما ساعتين، ده انت ما وحشتنيش. ما هي ساعتين دي مش حاجه قليله يا زيزو. يا لهوي عليها. ايه يا زيزو موضوع الاربع خمس ايام دول، انت مش عارف ان احنا مستعجلين؟ انا عارف والله يا نونه، بس انت يعني عارفه يا نونه. ايه نونه دي؟ لا يعني بقول لك نونه بدلعك، مش انت نيلي يتقال لك نونه، نونتي بنتي الصغيره. جغ جغ يا نونه. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ببوسك. ببوسك ايه ده؟ انا حسيت ان الروج طرف عيني. انا زعلانه منك يا زيزو، معقوله اول طلب اطلبه منك ما تعرفش تعمله؟ لا والله، بس هو الموضوع يعني معقد شويه، انا استخدمت كل سلطاتي. هو صعب عليك بقى. طيب يا جماعة، كل واحد على قد إمكانياته، زيزو مش هيقدر يخدمنا لأنه يعني لسه على قده، خلاص احنا نشوف حد تاني أهم. لا 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 لا، استني عندك واظبطي الكلام، أنت ما تعرفيش مين هو عبد العزيز. عبد العزيز لما يقول هيخلص حواري يخلصه. طب إيه رأيك بقى أنت بكرة بالليل عند بوابة المينا؟ ولو ما دخلتوش هجيب المينا لحد عندكو. ثانك يو. ثانك يو على إيه؟ أنت في ديك الساعة لما أخدم نونتي بطتي يعني مزتي. شوفوا هتبيتوني فين النهاردة؟ ايه المكان ده؟ انا نو واي ابات هنا. بقولك ايه يا بت، انتي انا اتخنقت من العوجة اللي انتي معوجها لنا دي، على قد لحافك مد رجليك. لحاف ايه في الحر ده؟ يوكي انا دخت. دختي من ايه يا كتكوتة؟ الراجل اللي هناك ده عمل صوت غريب كده بزوره، وبعدين راح تافه في الارض. امال عايزاه يعمل ايه؟ يكتم البلغم يعني لغايه ما يموت فيها؟ احمدي ربنا انه ما جاش لغايه هنا وتافه في شنطتك. كان يموت احسن بدل ما يقرفني. معلش يا حبيبتي، قصري على نفسك ليمونه ليله وتعدي. وبعدين ايه الشنط دي كلها؟ ده هو يوم صد رد. على فكره الحاجات اللي في الشنط دي تكفيني يوم، لبسي، جزمي، بيجاماتي، الاكسسوارز بتاعتي، الميك اب، واوبشنز زياده. افرضي مثلا النهارده عايزه البس دريس، سكيرت، بانتس، انا حره. اتفضلوا يا هواجم، الويلكم درينك. شكرا. الاوتيل المعفن ده فيه ويلكم درينك؟ امال يا ست البنات، ده انتوا شرفتوا بورسعيد. كوبايتين صوبيا ساقعين يستاهلوا بقكم. شكرا انا مش عايزه. الف هنا وشفا. الا الهوانم مشرفينا قد ايه؟ لا احنا يوم بس وماشيين. ويا ترى راجعين القاهره ولا رايحين في مكان ثاني؟ انت مالك اصلا؟ انت بتحقق معانا؟ لا انا مقصودش، انا اقصد بس يعني وانتوا ماشيين ابقى اجيب لكم الباي باي درينك. شفتي ظلمتي يا راجل، بقى هيجيب لنا الباي باي درينك. انا ليه حاسه ان انا شفتك فين قبل كده؟ لا يخلق مش شبه 40. انا همشي بقى عشان استاذ هاني جاي. شكرا. عارف قوي. صحينا بقى الفطار لو سمحت. مش بيعملوا جمبري على الفطار بقى؟ ايه طحن. الجمبري البورسعيدي. خد يا شوشو، ده مفتاح اوضتك انت والاستاذه نيلي.
مش كفايه ان انا رديت ابات معاكوا في الاوتيل ده، كمان هتبيتوني معاها في اوضه واحده؟ ما انت كنت بايته في بيتنا ما قلناش حاجه، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا مؤاخذه يا ست الكل، اصل مفيش حل تاني، احنا الفلوس اللي معانا يا دوبك جابت اوضتين. سيف ادفع له. انا اصلا دافع الاوضتين. طب ما تدفع اوضه كمان، يعني ايه المشكله؟ نيلي انا مش معايا فلوس، انا يعني ما كنتش عامل حسابي، وبعدين ده انا خدت اوضه ليا بثلاث سراير، يعني هنطلع نلاقي واحد نايم فوق. انتوا بتلووا صباعي يعني؟ اسمه دراعي. بالظبط كده، بنلوي دراعك. اوكي شيلوا لي الشنط. اتفضل امسك الصوبيا، خلي بالك مدلوقه. زميلي يا صوبيا مزز، ده الصوبيا البورسعيدي دي بقى احلى صوبيا دي. ايه ده، هو ده فريق الباسكت البورسعيدي؟ اه هم بتوع الاتحاد. طب لابس طاقيه ليه؟ ما هو ده بقى كابتن الفريق. ربنا معاكم يا كباتن. عشا كباتن. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا همسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى، واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا كنا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت يا ياض يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده، أنا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مترب قوي. ما لازم يبقى مترب، أنت بتقول إيه يا ابن أنت؟ شوف كده الصندوق أهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح أهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده؟ يلعن ابو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك يا ده انت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني ان جدي كايف قوي. ما تحترم نفسك انت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده ان جدك ده ابن. ما بس بقى يا ده انت وهو. وخلينا اتنقل احل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة.
انت كذاب على فكره. هنخلص النهارده؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا، 7 ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينة. تاخد تشطف التمساح وتسكت شوية حبيبي يا لاكوست. ها يا أمي، فهمتي حاجة؟ لا، بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعة دي إن الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدو يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فين؟ فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو اتحرك، هاني استنى هاني. يعني مؤاخذة، هما حلوا كلمات وبعدين قروا القصة؟ مظبوط سعادتك. اه، ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة، القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نختك ألا؟ ايه القصة على طول يا مؤاخذة اقولها؟ انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي اصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جوازهم. حلو. لكن للاسف. خير. للاسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. ايه حصل ايه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت ازاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي،
يا ابن الايه يا ميكي يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضح محلوله مؤاخذه. خلاص ازاي سعادتك ومحلوله ازاي؟ نروح مؤاخذه الجده بطه ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجده بطه؟ عرفها؟ ايه اللي عرفها؟ مؤاخذه عز المعرفه. ايه ده؟ مش دعم ذهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذه زياره يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق حبايبي يا مؤاخذه كتير. انتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟ وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذة أصل بسيب مفتاح العربية معاه عشان أما أجي داخل مثلا مفاتيح العربية يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربية معايا عشان أنا مش هستناك في العربية عشان الدنيا مش شمس. روح الحتة اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربية عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في أي مصيبة، فكر على الله. حاضر يلا. وأنتوا جايين تعملوا إيه هنا يا بنات؟ إحنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه، انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان كده اهو. طب ماشي، هروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله قوي. هي دي الأوضة يا بنات؟ مدام بطة. ألف مليون سلام عليكي. مالك؟ إيه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيتها من 12 سنة، كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلا أهلا أهلا. ازيك؟ اهلا مدام بطه. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا، دول احفاد ميكي بيه. حبيبتي. يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي، دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق، ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق. يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الاوضه، ها اصلها غلبانه بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام ايفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق، ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس انا زعلانه منه. زعلانه منه ليه بس يا حاج؟ حاجه؟ حاجه ايه يا جربوعه انت؟ مين دي؟ دي جربوعه تبقى حفيده ميكي بيه. قطيعه، ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي. دي مدام ايفون. زميلتي هنا في الاوضه. مش عايزه. لا غلبان. لا بقول لك ايه،
لا هتاخدي مش يعني هتاخدي ده انت هتاخدي اتنين المره دي يا جماعه دي بتقتلها بتقتلها الحب كفايه 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 بندق ازيك يا بندق الله يسلمك مين دول بناتك اه بناتي انا وشيرين وانا جيبه مين عشان يزوروكي اسمعي بقى احنا جايين عشان نسالك سؤال مهم في موضوع مهم جدا موضوع ايه العقد اللي ادهولك ميكي بيه فين هو ما انا قلت لعم دهب هو ما قالكش لا ما قاليش احنا يعني عاوزين نعرف منك انت بقى اه العقد اتبرعت بيه للمتحف متحف ايه اه حبيبتي لا ابوس ايدك سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا ركزي معانا العقد فين وانت مالك انت ومال العقد يا حرامية يا بيئة يا جربوعة انت مالك يا بوليس يا نيابة اصبري بس حاجة بطة ما فيهاش حاجة يا جربوع زي بناتك انتوا مين انتوا اصلا امشي اطلعوا برا انا بندق بندق يا حياتي عليك ازيك بندق كويس جدا الحمد لله واحنا مش بناته احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه ميكي بقى اداكي عقد انت حطيتيه في المتحف متحف ايه اه طب ما تقولي كده من الاول متحف المجوهرات الملكيه ما هو اصلا بتاع الاميره فوزيه يا حياتي دي مدام ايه حبيبتي افتحي بقك يلا ايفون ما تغلبينيش بقول لك ايه الحاجه بطه هتخلي الحاجه ايفون تافور دي سفت نص الشريط لا ما تخافوش احنا بدلنا الدواء بايمان دام ايفون يلا دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه غلبانه قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء انت مين مبتسمه على ايه هو ازاي عم دهب عرف ان احنا رحنا عند بطه اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انت قلتي انك شفتيه قبل كده سايق تاكسي لا مؤاخذه يا هوانم الشنط بس عايزين نفتشها اوكي لا مش بتتفتح كده هتبوظها يا متخلف اهي ايه ده جايبه سندوتشات سندوتشات بس اتفضل يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا ايوه طبعا واي نوت ما تيلا يا عم انت هتاكلها ثواني بس فيها قنبله خلي بالك في السوسته ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي لا معايا مش همسح ماشي انا مبسوط قوي ليه انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده متحف زراعي ايه هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد وهو وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي طب ما في بلاط يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي لا البلاطي دي في الشتاء يا سلام امال ده متحف ايه يا عم ده متحف المجوهرات الملكيه ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه لا رحت كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض ما رحتش مصنع شيبسي رحت ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه ما رحتش مصنع الكراسي ايه ده فين ده لا ابقى اوديه لك انا ماشي ايه ده ماشي حط خد منديل اهو ايه يا وكاله من غير بواب في انت البواب يعني ايوه يا سيدي انا البواب روح هات لنا سجاير اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده فضل حاجه كده او كده معادن لانشون او اي حاجه ليه داخلين ولاد رجب انت لمد قوي استنى لما افتشك اهو يا بيه معاك ممنوعات انت بتزمر بزمر ده انا مد انتظار يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن ايوه واكل سبانخ كلها حديد انت لمد قوي اتفضل يا اخويا واحنا نسرق حاجه يعني بكل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيتلاقوا مش هنسرق يا اخويا اتفضل يا حبيبي اتفضل استنى انت عايز ايه انا ليميت زيه على فكره طب ما قلتش ليه كده من الاول اديني بقول لك اهو اتفضل يا استاذ شكرا اتفضل. طب تدخل اللمدين عادي اتفضل يا بيه اتفضل بصي السقف تحفه ازاي واو بص الله جامد قوي الطقم ده انا ممكن الاقي مقاسي صح مقاسك يا متخلف احنا في الشواربي انا بلبس ميديم عادي ميديم ايه ده لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه يا سلام طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه في ملك هيلبس طاقيه شبيكه ما هو لابس جلابيه اهو طب تعالى اوريك الكوزلك بقى بتاع الملك قصدك الكازلك ده لو ملك الكبده ولا هاني يا شوش بقول لك ايه مش ده بقى النيش بتاع الملكه اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها انتوا جاهلين قوي طب يلا تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة ايه ده؟
الملكه كانت بتلعب اكروبات. اكروبات؟ اه الملكه كانت بتلعب اكروبات، كانت بتشعل على الترابيز. عارف الترابيز؟ اه البنج. بنج ايه؟ الكسبان على الترابيز. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. ايه ده، هو احنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى، لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو، بس بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى وبقى يمشي مختفي؟ مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه، تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم، مش اصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده، مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا بره، اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكم. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه فاهمه. اوكي انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي ايه؟ الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد ونروح. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان، عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري، لكن اخاب مصر كتير. وخيات الحسين، اسمعوني، انا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تليل، انا كوستا، اسمعوني، انا عايز الكونسول بتاعي. يعني هم راحوا قهوه الحربيه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك.
طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوا ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. هنقعد طول الليل؟ انا اسف يا ملك، عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغالي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح. بص عليك، لحظه واحده، ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. ملحق بقى اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي، ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الابزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك حمود. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. تعالوا فتحته. يا للغباوة دي. انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا، الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا، هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلم. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى. استني صحيح. ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده. اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. اه انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه. خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هتعلي في ايدك ده؟ خدي. مسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. اه 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 امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرق لي، انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق. هاني انا
المشاهد دي بتأثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا يلا يا اخويا عدي، ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ ده طلعت غاوطه قوي. اه امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطة؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونط قفزه الثقه. يلا عارف سمعت كلام كتير انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم وفصيله دم نادره، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص اللي دخل في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العود ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش هقع لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف في هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور ايه؟ ايه ده؟ ده لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري، مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات، انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم ارص لكم ودنكم، ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اقعد هنا، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذه سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجه، احنا كنا بنتعشى. والله وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايسي. بقول لكم ايه، احنا في منطقه لبش، والحكومه دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في اي لحظه. فخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه. ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت مسالني؟ ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه، اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفخه. انا محدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على عربيه بومب؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟
العقد بسرعة. حاضر حاضر بسرعة. ثانية واحدة ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. باعه؟ الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد ده. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد ابو الدهبي. طب يا بنات المؤاخذة انا كانت مشكلتي مش معاكم انتم. المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى. وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتم. يلا ضاحي. اتفضل ابو الدهبي. يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد. تفكر نفسك اسماعيل ياسين. ايوه يا عم انا بيبلع الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجه كده شو شو. لا مفيش حاجه. طب على فكره يا انكل عم ذهب العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان. ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوه في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعوديه. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمه باينه. الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام. هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب ام الغاليه اصيل. ابكي انزف واموت وتعيشي ضحكه مصر. لا وحياه خالتك انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود. انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق. انت اللي خليتني اعمل كده. انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي. وده مصير كل خير. قلت لي روح. انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتنكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوي. انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي؟ هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه وعندي كمان الطق. انت كمان خريجه التمريض؟ لا كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ ما تخافش شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايبها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا كولونيا بتحرق بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف استحمل كل ده عشان مصلحتك وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه؟ هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2. ايه يا واد في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم. انتوا كذابين كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3 عديت 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك. يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكذبه. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف. انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش. مش صديقه. صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصه في كتفك عشان صديقه؟ ما
امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولد؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه، خلص صباحنا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي، عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خلص صباح لما اخذ، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خلص صباح دي طلعت صيعه صيعه. بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت مفيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص، مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي، عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع، تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مغزى الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي أقوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، وما حدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فقش اصلا؟ مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: اوه انها خساره كبيره، لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا، ماذا اعطيها الان؟ فلة وياسمينة؟ الجده بطه: انا في قمه الخجل ولا اعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. يا بنت ما هي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحك. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زاد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب اختصر.
صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه، صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. يا حمار انت، انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخرس انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيرة؟ سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد به طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر؟ ما تخلص بقى، ما خلاص هرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئد. لا ما تكتئدش يا جماعة، يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح، سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه اه شوفي تليفون انا، البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكون شي سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص